بيتكلم عن رجل الدين السعودي اللي ظهر في الفضائيات وكانت ندوة في منتهى الغرابة والعجابة. هنتكلم بس عن سريعا بعض ما أتى فيها. اتكلم عن محاضرة، كان في محاضرة مصورة لرجل دين سعودي يصف فيها الحور العين وصف جنسي فاضح، حيث يستفيد الشيخ في الحديث عن النعيم الذي أعدها الله عز وجل للرجل المسلم في الجنة والحوريات السبعين اللائي يتهافتن عليه. ويذهب الشيخ في محاضرته إلى وصف جمال حور العين وحرارتهم الجنسية، حيث تضع واحدة فمها على فمه وثانية خدها على خده وثالثة دي على صدره. هل ده وصف دقيق ولا فيه مبالغة؟ ده يعني تجرؤ على الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أسأل سؤال بس، فين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فين هما؟ فين العلماء السعودية؟ فين لما يتركوا مثل هذا الإنسان العابث بكتاب الله إقامة الحد على هذا تعزيرا؟ يعني أنت بتطلب إقامة الحد عليه؟ الحد تعزيرا، وبعمل نداء إلى خادم الحرمين الشريفين. إيه ده؟ هم بس فالحين لو لقوا واحدة مش مغطية وشاهي يقولوا لها يا سافرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب هنا ده فين؟ يبعتوني السعودية. المشكلة إني أنا جوزي إنسان غريب جدا مش طبيعي، طلب مني حاجات غريبة جدا، طلب مني أنا يعني أكون متواجدة معاه هو ومراته في توقيت واحد، وضغط عليا جدا وبهدل. أنا مش ليا حتى أصلا، يعني أنا المشكلة إني أنا ما فيش حد ليا إن أنا أروح لأولادي، أنا عندي ولدين مش عارفة أروح فيهم فين أصلا، والدي متوفي وما فيش ليا حد. انتي متجوزة بقالي كام سنة يا دينا؟ زوجة تانية بقالي حوالي سنتين ونص، ثلاث سنين ونص. يعني من سنتين ونص دول تقريبا او الثلاثة يعني كان طبيعي معاكي في الفراش، ولا هي دي لسه طالب منك حاجة قريب؟ لا، الموضوع ده كان من سنة وانا وافقت اوكي مثلا مرة واحدة او مرتين. المشكلة مش في كده، كمان المشكلة ان هو بعد كده طلب مني حاجة تانية. هي بالنسبة لها مفيش مشكلة، هي موافقة، الزوجة الاولى دي هي بتسمع كلامه في كل حاجة. هو بعد كده طلب مني انا ان هو يتفرج علينا احنا الاثنين في المعاشرة، احنا الاثنين مع بعض هو يتفرج علينا. هو عنده كم سنة يا دينا؟ هو ضغط عليا جدا ومهددني بالطلاق وبالطرد، وانا ماليش حد، ويمكن يعني ما خرجتش للدنيا ان هو كان هو الزوج الاول يعني الراجل الوحيد في حياتي. لابد هنا من الطلاق وجوبي ده التفرقة بينه، لانه انسان شاذ. والمرأة كما اجمع الفقهاء والعلماء ان لم تأمن على نفسها في المعاشرة الجنسية من عين تنظر او يد تلمس او اذن تسمع تمتنع. يعني هنا بقى مفيش فكرة طاعة زوج. ده بيلحقوا علينا ازاي؟ واخد بالك حتة الطاعة دي خدوها من جوستانيان، واخد بالك، وراحوا منقلينها لنابليون بونابرت في القانون الفرنسي، وتقندل القانون ده هو وتشال، لكن احنا ماسكين فيه بايدينا واسناننا، لان لائحة المحاكم الشرعية الله يسامحهم كانوا حاطين مفيش حاجة اسمها طاعة لمخلوق. تمام، انا معاك يا شمعان، بس فيها تانية كتير. هي دلوقتي تعمل ايه؟ تتطلق فين؟ تتطلقي؟ ده انت مش تتطلقي بس، ده انت لو جيتيلي هتبقى حتة مرافعة في المحكمة. في ايه؟ بس ارجوكوا الهيئات القضائية، القضاء في مصر، ارجوكوا لا تنظروا الى القانون الجامد، وانما لابد ان يكون، لان المحكمة الدستورية العليا في امريكا اللي مش عارفين الدين قالوا ان العلاقة الزوجية اسمى من الدستور. ليه ما نقولش ان ده ممكن يكون مريض نفسي ويتعالج؟ يتعالج بقى عند اهله كده، تاخدوه في اسمها ايه بتاعه المجانين دي. يروح في 60 داهية، والتانية اللي معاه دول الاثنين ده معصيه، يعني ده تعمد المعصيه. انت عارف يا استاذ احمد، العلاقه الجنسيه بين الرجل والمراه عباده. طب احنا بس هنكمل الموضوع ده اكيد، ومنتظرين تليفونات، بس ناخد بس تليفونات. هو ايه اللي حصل في مصر يا راجل؟ ايه اللي حصل؟ يعني ايه المصايب اللي احنا بنسمعها؟ انت اول ما تسمعي حاجه زي كده؟ انا يعني انا سمعت تبادل الزوجات اللي طلعوا براءه. طلعوا ايه؟ براءه طبعا، لان ما فيش نص قانوني. المدرسه كانت محجبه دي اللي كانت في تبادل الازواج، طلعت براءه؟ ايوه طبعا، ما فيش نص قانوني، وخرجوا من باب النيابه فرحانين بنفسهم. انا برضه شفت احدى الحلقات التي تم اذاعتها على المحطات الفضائيه الاسبوع الماضي، وقالوا ان
كثرة الاهتمام او الداعيات بيهتموا جدا جدا بغشاء البكارة، ده اللي دفع البنات في المرحلة الاعدادية في المدارس ان هم يقمن بعلاقات شاذة مع زميلتهن. يعني بقى بيقول لك نعمل علاقات شاذة حتى مع الشباب احسن ما يفسدوا او يعني يحصل هتك لغشاء البكارة. هل تعتقد انتوا السبب، انتوا ركزتوا على غشاء البكارة بزيادة فالبنات بقوا يلجان الى استخدام الدبر احسن؟ لا يا استاذ احمد، بص حضرتك كنت معايا يا استاذ احمد في المدرسة الاعدادي واتفرجت انت بنفسك وشفت يعني احنا، وبعدين احنا اتكلمنا في المواضيع دي امتى؟ على فكره انت ممكن تاخد جايزه الدوله ولا نوبل لانك انت بتصير قضايا الناس دلوقتي بتتكلم فيها وبتدور عليها. فاكر لما اتكلمنا واتقفل البرنامج عشان اتكلم عن الفتوى الغريبه والعجيبه اللي تم مناقشتها من 5 سنين ورجعنا تاني من 2 سنين اتكلمنا عنها، والاسبوع الماضي الغريب ان هم حللوها يعني، واللي حللها مفتي الجمهوريه وهي تجديد غشاء البكاره في عيد الزواج. هي مش بنتكلم في الفالنتاين ولا بنتكلم في شم النسيم، بنتكلم في عيد زواج كل زوج وزوجة بيمروا بيه، يعني كاس ولافف على الأزواج والزوجات. تجديد غشاء البكارة ده رأيك مين فيه؟ بقى ال مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة قال مفيش مانع لو ده هيسعد الزوج والزوجة. والله والله يا دكتور علي جمعة يعني ما تهتمش بالحواشي، ما نهتم بالحواشي ده عبلاش، بدل ما تعمل معرفش ايه ما تحط الزفت الهباب اللي بيبيعوه ب 15 جنيه وصلت كام؟ 25 جنيه. انت قصدك ايه الزفت اللي هو غشاء البكارة الصيني؟ انا ابرأ بيك سيادة المفتي، حضرتك لو فاضي اجيب لك حاجات تنشغل بيها اكتر مني، تعمل اللي هي عايزاه، مش محتاجة للدكتور علي جمعة يقعد ويظبط العمة ويقول الفتوى. ما احنا عندنا 70,000 فتوى بتوع دار الافتاء، ايه المشكلة لو احنا ناخد الفتوى دي خاصة بهذا الموضوع؟ انت معاها دكتورة مالك؟ كل شيء ما عدا انها تتدخل بعملية جراحية. والتجديد ده بيتم بعملية جراحية، ما هيجدد ازاي؟ ما في بديل ليها انها الهباب اللي بيجيبوه من الصين ده الزفت ده. يبقى هنتكلم بسرعة بقى عن فتاوى الدكتور يوسف القرضاوي الأخيرة، هو بيقول هنا أجاز الفقهاء تقبيل الزوجة فرج زوجها ولو قبل الزوج فرج زوجته هذا لا حرج فيه، أما إذا كان القصد منه الإنزال فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة. يعني أنت شايف أن ده يجوز ووقفة مع الدكتور يوسف القرضاوي في الفتوى بتاعته، ولا أنت شايف أن الإنزال وقفة وقعدة؟ إيه يا أستاذ أحمد؟ إحنا مالنا بقينا بكحين كده؟ ايه البجاحة؟ ايه التعدي؟ فين الحياة؟ نسيبك دلوقتي من الحياة، دلوقتي احنا بنتكلم يا دكتورة في حلال ولا حرام؟ اما الحياة حرام ايه؟ خلي مش هو هو قال لك ايه؟ هو قال يجوز يتحمل مسؤوليته. يعني انت شايفة انه حرام؟ يتحمل مسؤوليته. انت وجهة نظرك ايه ده؟ انا يهمني وجهة نظر الدكتورة ملك. انت شايفة انه حرام؟ اي حاجة تخرج عن الحياة فيعني ان لم تستحي فافعل ما شئت. يعني حرام؟